تزامنا مع اليوم العالمي للسكري، أقام مركز الصقر الصحي معرضا توعويا لتشخيص وفحص مرضى السكري وتقديم الإرشادات والنصائح التوعوية للمرضى المشاركين في المعرض. المعرض بيحتوي على فود سبلمنت، مكملات غذائية، فيتامينات، فحص هشاشة العظام، فحص القدمين للالتهابات الطرفية والتهابات الأعصاب، عندنا فحص للسكر والسكر التجسسي والكوليسترول، زائد التوعية من الأطباء وأقسام السكر. بالنسبة لمرض السكر طبعا هو بينقسم لقسمين، في ناس بتعتمد على الحبوب وناس تعتمد على الإنسولين، يعني على حسب النوع. النوع الأولاني اللي هو مرض السكر التايب 1 أو النوع الأول بيجي معظمه للأطفال، وده بيبقى علاج الإنسولين طول العمر. علاج الانسولين بيستخدم دلوقتي في حاجات حديثه اللي زي المضخه اللي بتستخدم، والمضخه دي بتضخ الانسولين على حسب احتياج الجسم للانسولين وكميه الاكل اللي بياكلها، ودي ممتازه جدا وبتدي الارم او انذار لو السكر هبط او سكر على عن اللزوم. او العلاج المعتاد اللي هي الابر، الاقلام الابر اللي بناخدها قبل الاكل مباشره او وعند النوم اللي هو اللانتوس. في ده بالنسبه للنوع الاول. النوع الثاني طبعا الحبوب بقت نوع من الانواع الحديثه، بتاخد مره واحده في اليوم وما لهاش اي مشاكل وما بتضعف البنكرياس. في يعني تطور كتير في مجال السكر، يعني ومجال قياس السكر كمان، يعني التي في شريحه بتتحط في الجسم ما تشك الصوابع، مجرد ما تعدي الجهاز على السنسور يديك القراءه مباشره في اي وقت انت عايزه. كان عندنا مشاركات وايد بخصوص ان شلون نخلي المريض يفحص رجوله، يعني ينتبه على رجوله عدل، ان مثلا ينتبه ما يمشي حافي، مثلا هم يفحصها يوميا، اذا مثلا كان في متين او كان في وزن يقدر يحط منظره تحت يشوف، ينشف بين الاصابع، كل هذه يعني شغلات بالنسبه للفطريات تساعد عدم نمو الفطريات، ايضا انها تساعد على شو اسمه، يعني شلون اقول لك، تساعد على السكري، لان طبعا اللو سيركيليشن اللي هو يعني بالعربي اللي هو انخفاض الدوره الدمويه بالدم، لان الدم طبعا فيه سكر ويكون مجلط ويمشي بشوي شوي، فهذا كلها الشغلات تساعد على التئام الجرح بسرعه لما يعني مثلا تسبب فطريات بين شو اسمه بين اصابع الرجول اكرمك الله او شيء. فعندنا اليوم ماخذين هنا مسوين بمستوصف الصقر، مسوينا هني معرض عن توعية الناس بخصوص السكري.